السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي وإخواتي ومتابعينا ومشاهدينا وأفراد أسرة ملعب أفندينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ووحشتوني. مسلسل فضايح الزمالك عرض مستمر، الزمالك بينهار. مرتضى منصور بعمل تصريح جبار: أنا شربت حشيش يا سعاد، أنا مش هلعب الدوري، ده مسلسل وتمثيلية هزلية. لعيبة الزمالك بتحشش يا بيه. لا لا يا باولو، يا باولو، يا باولو، باولو ما انتش يا باولو، ما انتش يا باولو، ما انتش يا باولو طبعا. ايه لعيبة الزمالك بتضرب سمسون يا بيه، لعيبة الزمالك بتاكل رنجة وفسيخ يا بيه. ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. مش سألتني السؤال؟ لا بس اجاوب بقى سيادتك. اجاوب سيادتك. ايه لعيبة الزمالك بتنهار يا بيه. مرتضى منصور: انا هنسحب من الدوري. حياة النبي محمد، دي اللي هيجيب لي جلطة، ما حد هيجيب لي جلطة غير ده. اما تضحك حتى يجي لي، اما تضحك يا اخي. النبي محمد. مرتضى منصور: احمد ابو الفتوح وعبد الله جمعه للبيع، هنقول كل شيء وهنشرح الحقيقه وهنبين لحضراتكم الخبر اليقين وايه اللي حصل في القصه دي وايه الحكايه وايه الروايه وايه الحدوته وايه الفضايح دي. بس حابب اطلب من اخواتي الغاليين طلب خفيف، يعني ادعم اخوكم باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسره ملعب افندينا. نخش في موضوعنا بقى. طب يلا بينا. مرتضى منصور خرب النادي، مرتضى منصور هدها وقعد على تلاه. ينفعش كده يا في راجل يعيط ليه يعني؟ الحمد لله السنة الجديدة كلها فضايح في فضايح، هزيمة من أسوان وتعادل مع الداخلية واتهامات إن اللعيبة بتشرب حشيش وبيجيبوا نسوان. هو أنت إزاي دي؟ زي ما بقول لحضرتك كده، ما هو معالي المستشار خرج بتصريح جبار. معالي المستشار اللي عمل بيان رسمي على صفحته الشخصية بيعلن انسحابه من الدوري وان الدوري ده مجرد تمثيلية هزلية معمولة عشان ندي للمنافس الدوري وان احنا مش هنشارك فيها، وان عبد الله جمعة وكمان احمد ابو الفتوح معروضون للبيع وان احنا مش هنفصح. ايوه مش هنفصح عن الاسباب يا اخوانا. نفصح ازاي؟ ده ربنا امر بالستر، عشان بعدها بساعتين اتنين يا مؤمن، ساعتين اتنين فقط لا خير، يطلع المستشار مرتضى منصور على قناة نادي الزمالك، قناة التطبيل والهلس، القناة اللي ما عدناش عارفين هي قناة رياضية ولا سياسية ولا حتى تحشيشية. ما ينفعش. يلا نشوف بقى التصريحات الجبارة ايه. المستشار مرتضى منصور: اسمع يا بيه، احمد ابو الفتوح وعبد الله جمعه ما عندهمش كورونا، احمد ابو الفتوح وعبد الله جمعه بيشربوا حشيش، احمد ابو الفتوح وعبد الله جمعه هعمل لهم تحليل، احمد ابو الفتوح وعبد الله جمعه انا عارضهم للبيع. دول لعيبه مستهتره، دول لعيبه لهم علاقات نسائيه وبيجيبوا نسوان. طب حضرتك عرفت منين يا معلم مستشار؟ ده سؤال خبيث؟ أنا عارف إنه سؤال خبيث. سؤال صعباني شوية لكن هجاوب حضرتك برضو. سيادتك عرفت منين؟ جبت المعلومات الخطيرة والرهيبة دي منين؟
وبعدين تعالى هنا اما اقول لك كلمتين. يعني ايه حضرتك تطلع تقول ان اللعيبه بتحشش وان هم مش تعبانين، ويطلع البروف في مؤتمر صحفي بعد اللقاء يقول لجماهير الزمالك ما تصدقوش حد غيري انا اللي يسالكم واللي يكلمكم عن الفريق، خدوا معلوماتكم مني انا عبد الله جمعه واحمد ابو الفتوح تعبانين واخدين مني اذن عشان عندهم دور برد. طب يلا بقى اتكل على الله عشان الليله دي تعدي على خير. وبعدين تعالوا هنا، هو فين العروض اللي جت اصلا لعبد الله جمعه او احمد ابو الفتوح عشان نقول ان هم رايحين الاهلي؟ هاي 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 الله 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 الله. امال اللي بيحصل ده ايه بقى؟ ايه الموضوع يا عم مرتضى؟ ده الراجل الاول في الفريق بيقول ان هم واخدين منه اذن وان هم تعبانين، معلق المباراه قال ان عندهم كورونا، سيادتك بعد المباراه اللعيبه بتحشش. ما ينفعش ما ينفعش. هقول لحضراتكم انا، حصل خلاف ما بين امير مرتضى منصور وما بين الاثنين لاعبين احمد ابو الفتوح وعبد الله جمعه، وبدا امير ان يقول لهم انا هجيب لكم فيديوهات ان انتوا كنتوا سهرانين انتوا مش تعبانين. فرد احمد ابو الفتوح وقال له لو حضرتك عندك فيديو واحد ليا فانا ليا فانا يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لمخة في الكلام. لخبطتني، لخبطتوني، حشيش ومخدرات، انا اتسطلت يا سعاد، انا باين اتسطلت ولا ايه يا سعاد؟ انا شربت حشيش يا سعاد. اذا كنت حضرتك يا استاذ امير معاك فيديو لينا فاحنا معانا ليك 1000 فيديو، ولو كنا بنروح اماكن مشبوهه فحضرتك مقيم فيها. اللطم على الخيبه والوابه ابتدي. يا امي من سايبك، يا امي من سايبك من كلمه سوري نفسي. وده الكلام اللي جنى الامير، وطبعا معالي المستشار سخن على قصره وطلع قال الكلمتين. تكلم جد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي. يعني إيه؟ يعني مجرد تهويش ومجرد شد في الكلام ومجرد إن معالي المستشار مش مسؤول عن كلامه. اتقوا ربنا في بلدكم يا وسخين، اتقوا ربنا في بلدكم يا وسخين. قلنا لسيادته بدل المرة 1000 بلاش تطلع على القناة، ما تظهرش يا بيه، يا بيه كلامك كله يدمر الفريق. ومعلش معلش معلش في ايه؟ هتنسحب من الدوري ايه؟ ده انت ياما قلتها وما عملتهاش، ده انت انسحبت بدل المره 10 وفي كل مره بتطلع حنفي ومفيش انسحاب. يبقى لازمته ايه؟ انا هنسحب من الدوري. الموضوع كمان وباختصار إقالة فيريرا. ما ينفعش ما ينفعش. ما احنا عايزين نقيل فيريرا نعمل ايه؟ لازم يبقى فيه مشكلة ولازم يبقى فيه شوية ساسبنس. ايوه فيريرا بيدافع عن اللعيبه اللي بتحشش، فيريرا مش عايز استقرار النادي زملكاويه، فيريرا مش عايز المبادئ والقيم. ما تصحي معايا بقى يا حاجه انت وهي عظيم بيمين ابدا لكون رايح ضربك في وسط بيتك وفي وسط اهلك. ايوه فيريرا هيدمر النادي، وقرار اقاله فيريرا يوم ولا اتنين وهتلاقوه على الترابيزه، والاعلام بيقول تم إقالة فيريرا لسوء النتائج وعدم الاستقرار ولأنه بيدافع عن لعيبة بتشرب حشيش. كانش صح تعمل كده يالا، ده أنا كنت يالا لما بشوفك محتاج بقف معايا يالا، ده أنا كنت مديك قلبي يالا. طب يا عم مرتضى ده يرضيك؟ ده ينفع؟ طب نفترض إن كلامك مظبوط وان الاتنين لعيبة اخطأوا وعملوا حاجة زي كده، تطلع على الهوا تشردهم؟ طب بعد ما طلعت على الهوا وعملت اللي انت عايزه يطلع المسؤول عن
تحليل المنشطات في مصر ويقول كلام المستشار مرتضى منصور مش ملزم ان احنا نحلل للعيبة. قال لا ده سيادتك مأكد لنا يا معالم مستشار ان الاتنين لعيبة قالوك اسطروا علينا وان هم مش عايزين يلعبوا الماتش عشان كان هيتحلل لهم. امال ايه بقى؟ ده الراجل بيقول ان ما كانش فيه تحليل اصلا وان كلامك ده مش ملزم ان هم يحللوا لهم اصلا. يعني سيادتك بتكذب يعني. حياة النبي محمد دي اللي يجيب لي جلطة، ما حد هيجيب لي جلطة غير ده. يعني سيادتك بتهبد، يعني سيادتك دمرت النادي في الفاضي، فضحتنا وبقى بدل نادي الزمالك نادي الوطنية والكرامة بقى نادي الزمالك للمزاج العالي. عظيم بيمين ابدا، لكون رايح ضربك في وسط بيتك وفي وسط اهلك ومش هيهمني. ارحمنا شوية لحد كده ومش هنتكلم اكتر من كده، لحد كده وبتنتهي حلقتنا. ويا رب تكون الحلقة نالت اعجابكم، واللي لسه ما دعمش اخوه باللايك فضلا منك وليس امرا ادعم اخوك باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة فضلا منك وليس امرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسرة مالعك.